السلام عليكم. من لا يفهم التاريخ كتب عليه أن يعيد مآسيه. بهذه العبارة كان أحد المفكرين يضع مفتاحا مهما لفهم التاريخ واستيعابه كي لا يتم إعادة إنتاج مآسيه على هيئة ملهى. في البيضاء يحضر تاريخ الإمامة القديم والجديد، وتحضر الجروح المفتوحة لهذه المحافظة المنسية وسط البلاد، وهي التي كانت في يوم ما منطلق الدول ذات الإرث الحضاري التي لا تزال بصماته حاضرة إلى اللحظة في مسجد العامرية. البيضاء بين الانتهاكات اليومية للميليشيا والخذلان الحكومي تبدو وحيدة ومحاصرة تتحرك فيها المقاومة بجهود ذاتية تحاول أن تنفض عن كيانها غبار الزمن القاسي وعثرات الدهر المرير. الأخبار الميدانية الواردة تشير إلى أن رجال المقاومة الشعبية تمكنوا خلال الساعات الماضية من التصدي لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي وقوات صالح على مواقع في جبهة آل حميقان بالبيضاء. وفي جبهتي الحبج والجردي دارت اشتباكات عنيفة لجأت خلالها الميليشيا إلى قصف القرى ومساكن المدنيين بالمدفعية الثقيلة والدبابات. مشاهدينا الكرام، حول البيضاء بين إجرام الميليشيا والخذلان الحكومي ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. البيضاء مدنيون تحت القذائف، هذا ما تقوله يوميات سكان القرى النائية في الأرياف التي تتعرض للقصف بلا توقف بالأسلحة الثقيلة التي تم شراؤها من ضرائب الشعب ليتم ضربها على الشعب في نهاية المطاف. في وسط المحافظة جددت الميليشيا قصفها العنيف على المنازل والقرى في عزلة ناصفة بمديرية الزاهر آل حميقان بالمدفعية الثقيلة والدبابات والكاتيوشا، ولم تظهر حتى اللحظة أسماء الضحايا الذين طالهم القصف. غياب آلية واضحة لحماية السكان المحليين في البيضاء تلقي بظلالها على توسيع رقعة الجرائم بحق المدنيين العزل في ظل غياب الرعاية الصحية وسيطرة الميليشيا على المرافق الصحية في مركز المحافظة. الخلفية التاريخية والجغرافية للبيضاء حاضرة في طبيعة المواجهة الدائرة في المحافظة منذ الانقلاب، وخصوصا الإرث الجريح الذي كابدته البيضاء في مواجهة حروب الإمامة الغاشمة. في البيضاء جرح الزمان وجرح المكان. جرح الزمان هو جرح تاريخي بامتياز، على اعتبار أن البيضاء جزء أصيل من الزمان المتعلق بالذات اليمنية التي تقف على الضد من المشروع الإمامي الكهنوتي القائم على فكرة الاجتياح والحكم بالغصب. جرح المكان في البيضاء جرح الجغرافيا المضطهدة التي تنتمي إليها محافظات السهول التي عانت كثيرا من الهيمنة المركزية الحاكمة في اليمن بذهنية الغلبة ونفسية العصابة، وليس بناء على حكم الشعب نفسه بنفسه وقوانين الدولة القائمة على حكم المواطنة المتساوية. المقاومة الشعبية في البيضاء أعلنت خلال الساعات الماضية التصدي لهجوم عنيف شنته ميليشيا الانقلاب على مواقع في جبهة آل حميقان، مضيفة أنها أحبطت هجوما على مواقع في جبهة الحبج والجردي حيث دارت اشتباكات عنيفة لجأت خلالها الميليشيا إلى قصف القرى والمساكن في قرية الحبج بالمدفعية الثقيلة وبالدبابات. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا العميد حسين العمري رئيس مجلس البيضاء الإعلامي عبر سكايب من ألمانيا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العميد. أهلا، مساء الخير أختي آسيا، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. ونود منك بداية أن تحدثنا عن الوضع في البيضاء، أن تضعنا في صورة كاملة عما يحدث هناك. أختي العزيزة، أولا دعيني أشكر قناة بلقيس وأشكرك وكل الطاقم معك لاستضافتي عبر السكايب حول موضوع البيضاء. وقناة بلقيس هي تعتبر من القنوات النادرة التي أتاحت مساحة ولو بسيطة لتغطية البيضاء، رغم أن البيضاء مهمشة إعلاميا وسياسيا واجتماعيا. لكن إذا سمحت لي قبل أن ندخل في تهميش البيضاء عام 2017 أو 2015 في البيضاء مهمشة منذ أكثر من نصف قرن. نعم. فأختي العزيزة، أنا أردت أن أضعك وأضع المشاهد الكريم في مظلومية البيضاء أرضا وإنسانا. صدق. البيضاء مع الأسف همشت كثيرا قبل ثورة سبتمبر وبعدها، وتهميش البيضاء هو تهميش متعمد مدروس وممنهج ومعروف للجميع أن البيضاء مهمشة سياسيا وإعلاميا واجتماعيا وتاريخيا. فمثلا على المستوى السياسي، هل تعلم يا أختي آسيا ويعلم الأخ المشاهد
بأن أبناء البيضاء حرمت عليهم الوظيفة العامة في أكثر من وزارة سيادية وغير سيادية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، فلا يوجد منذ أكثر من نصف قرن بيضانيا واحد شغل أي منصب في وزارة الخارجية أو في أي سفارة في سفارات اليمن على مستوى العالم، لا بدرجة سفير ولا بدرجة قنصل ولا سفير أول ولا حتى ملحق عسكري أو ملحق ثقافي أو ملحق إعلامي أو حتى بدرجة عبير أو فراش في أي سفارة من سفارات اليمن على مدى أكثر من 54 عام. نعم. أما قبل الثورة فالبيضة كانت لا تذكر. أما من الناحية الاجتماعية فقد همشت البيضة تهميشا تعمدا مدروسا من خلال إثارة الخلافات والثارات القبلية والثارات والحروب القبلية، عموم قبائل البيضة بشكل ممنهج مرتب له مسبق خارج أبنائها، وتم استغلال أبناء البيضة البسطاء الطيبين في أدخالهم في ثارات ونزاعات ونعرات قبلية وما لا يخرجون إطلاقا. أما لا. أختي العزيزة بالنسبة للتاريخ، تاريخ همش البيضة بل أنه أقصى البيضة نهائيا، رغم أن البيضة هي وأبنائها من فجروا الثورات في اليمن وأقوى حصار اليوم، هم من استهدفوا الإمام يحيى بن محمد وخلصوا اليمن من حكم الإمامة، ولكن من يتناوله التاريخ لا يضع إلا في خانة المرتزقة أو في خانة دار الحروب، كأنهم أتوا خارج الفضاء اليمني أو أتوا من اليمن. أما بالنسبة لثورة البراير الظلم، يا أبناء البيضة جميعا على فيهم صغارا وشيوخا وذكورا في الساحات ميادين الحرية في البيضة وفي صنعاء وفي معظم ميادين الحرية في مختلف ساحات الحرية اليمن. ولكن يا أختي عندما انقلاب 21 سبتمبر المشؤوم، الانقلاب الحوثي العفاشي على مخرجات الحوار المبادرة الخليجية، همشت البيضة تم استهدافها وشرعنة من خلال ما سمي بوثيقة السلم والشراكة، وتحديدا في البند من المرحلة الأولى نص الخاص دون غيرها بشأن حق حجة حماية المواطن، وكأن المواطن من لا يجد البيضة ومن من خارج ليسوا مواطنين يمنيين. نعم، إذن برأيك سيادة العميد، يعني أن توضعتنا في صورة تاريخية لما تعانيه البيضاء، وللأسف يعني هناك محافظات كثيرة تعاني نفس ما تعانيه البيضاء، الحديدة وغيرها، كثير من المحافظات تعاني هذه المعاناة، ولكن أود أن أسألك لماذا البيضاء تحديدا يعني تجد أنها همشت بهذا الشكل؟ والله يا أختي أنا أعتقد أنه حقد تاريخ قديم، فأخواننا في الهضبة والمركز المقدس يكنون للبيضة ولكوادرها، لا أدري ما هو السبب، رأينا الفعل ولكن لم ندري ما هو السبب. هل تعلمي أن أبناء البيضة محرم عليهم أن يخدموا في وزارة العدل؟ لا يوجد قاضي واحد أو رئيس محكمة استئنافية أو رئيس محكمة ابتدائية أو حتى عضو. هل تعلمي أن أبناء البيضة محرم عليهم أن يخدموا في النيابة العامة؟ لا يوجد بيضاني واحد خلال نصف قرن من الزمن شغل أو يشغل منصب رئيس نيابة أو وكيل نيابة عامة. أما في وزارة الدفاع فلم يجد رئيس أركان ولا نائب ولا حتى قائد لواء أو قائد كتيبة، رغم أن أبناء البيضاء كوادر سياسية وعسكرية وأمنية وغيرها، إلا أن تهميشهم وإحصائهم ويعتبر ذلك يعني السؤال لا استطيع ان اجيب عليه بل يجيبوا عليه. نعم، لكن يعني انت اشرت لي لموضوع الحقد سياده العميد، هل يمكن ان نعيد هذا الامر؟ نعم. يعني لما قدمته البيضاء ضد الامامه قديما. اختي العزيزه، هل تعلمي ان اخواننا اتباع الحكم الامامي يعتبرون البيضاء انهم قتله الامامه، فهم يتهمون بقتل الامام محمد بن القاسم قبل 350 عام، عندما كان عائدا من حضرموت الى صنعاء وتم اعتراضه من قبل قبائل البيضاء وجرح، وكان هذا الجرح هو سبب في وفاته ودفن في بني حشيش، ولا زالوا يأنون ويحنون على ان ابناء البيضاء هم من قتل هذا الامام الذي يعتبر عندهم مقدس، وكذلك الامام يحيى ابن محمد حميد الدين هم من ابناء البيضاء، هو الشيخ علي عبد الرب الحميقاني ومعه القردعي رحمه الله عليهم ومن معهم، وهذا يدل على ان الموروث التاريخي والحقد في نفوس الأئمة القدماء والأئمة الحاليين
ليس من اليوم وليس وليد اليوم، وإنما هو منذ تاريخ قديم. ولكن مع الأسف يا أختي قد تعايشنا مع هذا التهميش ومع هذا الظلم من قبل أخواننا في الهضبة والمركز المقدس، ما لم نقبله أن أيضا في الوقت الحاضر الشرعية تهمش البيضاء. نعم، الآن لو تحدثنا عما يحدث في البيضاء الآن، يعني بعد أن سردت لنا جزء بسيط من تاريخ البيضاء، ما الذي يحدث في البيضاء الآن؟ عزيزتي كما تعلمون بأن البيضاء لها موقع استراتيجي هام، وهي تربط شمال اليمن بجنوبه وتطلع على 8 محافظات، 4 شمالية و4 جنوبية، وهذه لا تتميز بها محافظة البيضاء. ومن هذه الناحية فقد اكتشفوا أو تلوهوا الانقلابيين وعرفوا معرفة تامة أهمية البيضاء وركزوا عليها تركيز وجعلوها في الأهمية تأتي بعد العاصمة صنعاء ثانيا. فبعد أن سيطروا نفوذهم وبسط نفوذهم على صنعاء توجهوا إلى البيضاء، وكانت البيضاء لهم بالإرصاد، وفتحت جبهات في قيفة وفي مديرية ذي ناعم قبيلة العمر الذي أنا أنتمي إليها، وأصحح لك الاسم أنه حسين العمري وليس العمري، وهم أخوان لنا. أهلا بك. وفتحت جبهات في الزاهر آل حميقان وفي الصومعة وفي الجريبات آل عواض وفي السوادية وفي الوهبية وفي معظم مديريات البيضاء. تم رفض هذه الميليشيات وتم رفض الانقلاب وقاومتهم حتى قبل أن يكون هناك عاصفة حزم وقبل أن يكون عاصفة أمل وقبل أن تكون هناك حتى شرعية، ولا زالت تقاوم. ولكن مع الأسف أن مقاومة البيضاء التي هي محدودية الإمكانيات، إمكانيات ذاتية ولا تكافأ مع إمكانيات الميليشيات الانقلابية التي تمتلك إمكانيات دولة، إلا أنهم استطاعوا بشراستهم وبرجولتهم وبرجولتهم يخلصوا هذا الفارق ويكبدوا الميليشيات خسائر فادحة الأرواح والمعدات، حتى أصبحوا يطلقوا على البيضة الثقب الأسود بكثرة خسائرهم فيها. نعم، إذن سيادة العميد، يعني اسمح لنا أن نطلع على الوضع العسكري هناك من خلال الأستاذ عبد العزيز الهداش الخبير العسكري من الرياض. مساء الخير سيد عبد العزيز. أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين. أهلا بك. بداية، كيف تنظر إلى المشهد العسكري في محافظة البيضاء في ظل صمود أبناء المقاومة؟ أولا لابد أن نعرف أن البيضاء كانت بدأت هي أم المقاومات، وهي أول من قال للحوثي بعد دخول صنعاء بعد 21 سبتمبر المشؤوم، فهي بدأت المقاومة فيها وبشكل تلقائي. بدأت في قيفة ثم انتقلت، وهي الجبهة التي يمكن أن نطلق عليها مديرية قيفة، وهي يمكن أن نطلق عليها الجبهة الغربية. وبدأت الحرب في قيفة في البداية على شكل مواجهات مباشرة، لكن تدخل الطيران الأمريكي بقصف أبناء قيفة أدى إلى تحول الحرب من حرب مواجهات إلى حرب عصابات. ثم عندما استمر الحوثي بالزحف شرقا باتجاه البيضاء مركز المحافظة ثم مديرية الزاهر وذي ناعم، انطلقت المقاومة في الجزء الشرقي وبدأت يعني بمواجهات وحرب عصابات مختلطة. حرب العصابات هي إيجابية في حالة عدم تكافؤ القوى، في حالة عدم متفوق حرب العصابات قد تكون أجدى وأنكى وأشد وقعا على الطرف الآخر من المواجهة. للأسف الشديد بعد قيام عاصفة الحزم لم تحظى المحافظة المقاومة البيضاء بأي دعم عسكري، لأن الدعاية التي كان الحوثي يعني قد فرضها على أن البيضاء هي مركز القاعدة وداعش وما إلى ذلك، رغم أن هذا المقاومة حق البيضاء انطلقت من دعمها للشرعية وانطلقت على أساس يعني كيف يأتي ناس يعني يحكمون مناطق جبلية لم يدخلها عسكري، أي لم تدخلها يعني أو يحكمها أحد من خارج المنطقة منذ الأزل، يعني من أكثر من 3 إلى 4 سنة منذ بدأت البيضاء. فبدأت الدعاية التي شنت على البيضاء ولد انطباع على انها قاعده وداعش، بينما هم ابناء البيضاء انفسهم هم الذين يقاتلون. ولو تتذكري اختي الكريمه انه محافظ البيضاء نفسه تم اتهامه من قبل الخارجيه الامريكيه بانه قاعده، واثرت الدعايه الاعلاميه للحوثي ومن اتى خلفه على مقاومه البيضاء، والتحالف العربي لم ياخذ بعين الاعتبار ولا الشرعيه اخذت بعين الاعتبار ان هذه المقاومه هي اول من قال للانقلابيين لا،
هي التي صمدت، هي التي ناضلت، هي التي نعم كافت. كيف أخذوها بعين الاعتبار؟ هل اهتموا بهذه المقاومة أم يعني كيف أنت تقيم دعم التحالف والشرعية لأبناء التحالف الشرعية لم يقدم أي دعم لمحافظة البيضاء، ولو دعم أتى بشكل شخصي من بعض الأخوة يعني في بعض المحافظات الجنوبية أتى بشكل يعني بشكل شخصي وليس بشكل رسمي. المقاومة الدعم محدود، ما فيش دعم اطلاقا، ولا التقييم يعني للاسف الشديد انه خلال سنه اكثر من سنتين ونص والبيضاء تقاوم، ليست سنتين وانما سنتين ونص من 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 22 سبتمبر الحرب هي حرب عصابات، لكن يفترض انه في نقطه في حرب العصابات او يسموها نقطه التحول من حرب العصابات الى المواجهه المباشره. الان اعتقد في الظاهر نعم هناك مواجهات لكنها محدوده في قيفة وهي التي بدأت فيها المقاومة، ما زالت المقاومة يعني تعمل كحرب أصابت، وهذا الطريقة إيجابية في حالة عدم تكافؤ القوى. للأسف الشديد الشرعية غفلت عن البيضاء والتحالف العربي غفل عن البيضاء وصدقوا دعاية الحوثي عن البيضاء. نعم إذن شكرا جزيلا لك سيد عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وينضم أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية من الرياض. مساء الخير أستاذ محمد. مرحبا، مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام أستاذ محمد، بداية كيف تنظرون إلى صمود المقاومة في البيضاء كونكم في الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على الاهتمام بهذه المحافظة وأشكر الضيف الكريم والجميع على هذا الطرح المهم في هذا الوقت الذي يتعلق بمقاومة البيضاء. نعم. الحوثيون منذ أن قاموا بانقلابهم المشؤوم توجهوا إلى محافظة البيضاء باعتبارها محافظة في موقعها الاستراتيجي يعني تتوزع او تحاد المحافظات الجمهوريه. لا شك ان الحوثيين يدركون تمام الادراك انه ليس لهم اي حاضنه في البيضاء وانهم غير مرحب بهم، ولذلك حتى في موضوع اتفاق السلم والشراكه نصوا نصا صريحا على محافظه البيضاء من بين سائر المحافظات. نعم. الحمد لله البيضاء يعني أدت الكثير مما عليها من أول يوم، وواجهت هذا المشروع العرباني بأعمال ذاتية أو بجهود يعني مجتمعية، صمدت هذه الفترة الطويلة دون أن يكون هناك أي يعني إسناد لهذه المقاومة. نعم. وما زالت إلى يومنا هذا تقدم. لماذا أستاذ محمد يعني والجرحة. نعم أنت تتحدث. نعم. أنها كانت بجهود ذاتية. الخبير العسكري معنا الأستاذ هديان يعني تحدث أيضا أن هناك إغفال لمحافظة البيضاء من قبل الحكومة والتحالف، أيضا ضيفنا عبر سكايب السيد حسين العمري يتحدث أيضا عن عدم اهتمام بمقاومة البيضاء رغم أهميتها الاستراتيجية والتي بالتأكيد أنتم تعلمونها جيدا، رغم يعني أن أبناء البيضاء هم أول من قالوا لا في وجه ميليشيا الحوثي بعد 21 سبتمبر. نعم والله هذا السؤال هو في الحقيقة المحير. نحن تكلمنا مع الجميع وطرحنا عليهم أهمية تحرير محافظة البيضاء. نعم. وأن ما يجري في بيحان لا حاجة له في حال ما إذا تحررت محافظة البيضاء، إذا تحررت البيضاء أبعدنا الخطر عن أبين وأبعدنا الخطر عن شبوة، وقطعنا أيضا شريان الإمداد الذي يأتي إلى الحوثيين عبر محافظة البيضاء. الحقيقة الحسابات يعني مختلفة والتبريرات يعني مختلفة فيما يتعلق بتحرير محافظة البيضاء. هناك يعني من يرى أنه طالما وهناك مقاومة وقائمة بالفعل فلنتجه إلى منطقة أخرى، هناك من يقول يعني التوجه إلى العاصمة هو الأولوي بحيث لو سقطت العاصمة أغنانا ذلك عن كثير من المناطق. هناك أيضا يعني بعض الحسابات للأسف التي تعتبر سياسية وينبغي أن لا تكون حاضرة في هذا المسار. هناك يعني أيضا يعني حديث حول يعني
التوجه مثلا إلى الميناء وقطع شريان الحياة. هناك يعني تفسيرات، نحن في الحقيقة أنا شخصيا أقول لك بكل صراحة غير مقتنع بكثير من هذه التبريرات، وقد أوصلنا صوتنا إلى الجميع وقلنا لهم يعني البيضة لا تحتاج إلى كثير من المعاناة أو كثير من الجهود أو كثير من الإمكانات لتحريرها. الشعب كله أو المجتمع كله يرفض الحركة الحوثية ويقاومها، قليلا من الإمداد قليلا من الدعم قد يحقق نصر كبير جدا في هذه المحافظة التي قدمت يعني المئات من الشهداء والآلاف أيضا من الجرحى. نعم، إذا كيف تعلق أستاذ محمد عمن يتحدث يعني أن هناك إهمال لمقاومة القاعدة، للدعاية الإعلامية التي تتحدث أن للبيضاء عفوا مقاومة البيضاء للدعاية الإعلامية التي تتحدث عن وجود القاعدة هناك، هذا هو مبرر الحوثي أيضا للقتال، الضربات التي توجهها يعني الطيران الأمريكي، هل يقال أن يكون هناك إغفال حقيقي لمقاومة القاعدة لتجنب هذه الأسباب؟ يا أختي الكريمة، القاعدة يعني موجودة في أغلب محافظات اليمن، ليس فقط في البيضاء يوجد أفراد، لكن المقاومة الشعبية الموجودة في البيضاء مقاومة معروفة ويعملون ضمن الحكومة الشرعية، والآن حصل تجنيد يعني كثير منهم ويرحبون وينادون أين الحكومة، نحن جزء منها، نحن جزء من الشرعية. إذا وجدت يعني قاعدة فهم أفراد أو مجاميع بسيطة، وهم متواجدون يعني في أغلب مناطق اليمن يعني في هذه الصورة يعني، ولذلك يعني إذا كانت هذا هو مبرر لإغفالها نقول هذا منطق خاطئ، بل المفترض أن تتوجه الدولة إلى الحضور إلى الوجود. الآن نتحدث عن مقاومة موجودة في بناعم في الحميزان في مثلا الصومعة، مقاومة تقول أنا مع الشرعية، أنا سأتجند، أنا يعني، لكن للأسف يعني هناك إغفال حتى في مسألة تجنيدهم، وهناك في يعني تغاضي أو تغافل عن يعني استيعاب هذه المقاومة ضمن يعني منظومة الجيش الوطني. نعم يعني أستاذ محمد يعني لا والحكم يعتبر أن أي منطقة تقاوم وتقف في طريقه يصنفها على أنهم دواعش أو قاعدة. نعم، إذا يعني لا التحالف يلتفت للبيضاء ولا الحكومة أيضا، ماذا عن الجيش الوطني؟ أليس من يعني واجبه أن يحمي هذه المدينة؟ أن يعني هناك أيضا تدريبات حصلت منذ أكثر من عام، يعني لما لم يتم إرسال هذه الألوية لإسناد المقاومة هناك على الأقل يعني؟ والله هذا السؤال نحن طرحناه على القادة العسكريين وإلى الآن ما وجدنا جواب، هذا باختصار بالنسبة لي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك سيادة العميد حسين العمري، استمعت بالتأكيد لحديث ضيفينا، أود أن تعلق على حديث الأستاذ محمد موسى العامري. الجميع يعلم مدى أهمية البيضاء، وقد حاول شخصيا كما تحدث لإلفات الحكومة، لإلفات انتباه الحكومة يعني لما تشكله من أهمية، ولكن هو لا يوجد أي سبب حقيقي لتأخر دعم المقاومة. ما رأيك أنت؟ أختي آسيا، ما طرحها معالي الوزير مستشار رئيس الجمهورية هو كلام واقعي ومنطقي ومعايش، وما طرحها زميلي أيضا من الرياض حول البيضة وأهميتها لا يخفى على أحد، بل أني أزيدك من الشعر بيت بأن الإنقلابيين عرفوا أهمية البيضاء ما لم تعرفها الشرعية والتحالف مع الأسف، لكن نحن لسنا في صدد مناقشة الخطط العسكرية والاستراتيجية التي وضعوها والأولويات التي وضعوها، لكن مهما كانت هذه الاستراتيجية ومهما كان هذا التكتيك ومهما كانت هذه الخطط والأهداف إلا أنها لا تعطيهم الحق أن يهمشوا البيضاء، وخاصة المديريات المقاومة التي قاومت من اليوم الأول في دخول في حرب استنزاف وحرب العصابات وعدم التكافؤ كما شرح زميلي من الرياض. أختي العزيزة فخامة الأخ الرئيس تكرم مشكورا في لقاء مع مشايخ وأعيان وكوادر البيضاء لأن أمر بتشكيل 3 ألوية التوجه إلى البيضاء لاستعادتها إلى أحضان الشرعية وتأمينها بما فيها إذا كان هناك عناصر للقاعدة موجودين في البيضاء فأنهم لن يكونوا أكثر من ما كانوا في أبين أو في حضرموت أو في صنعاء أو في أي محافظة أخرى. فهذه الألوية التي تم أمر فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي بتشكيلها لاستعادة البيضاء وتأمينها، هذه ستكون هي صمام أمان لتأمين البيضاء من الميليشيات الحوثية وغيرها. لكن مع الأسف أن السلطات التنفيذية
وأنا هنا أوجه للأخ رئيس هيئة الأركان وللأخ رئيس الدولة وللأخ رئيس الوزراء، لماذا لم ينفذوا أو للأخ الرئيس في الإسراء في تشكيل هذه الألوية التي أمر فيها قبل ما يقارب السنة؟ السبب البيضاء تهمش ولا تنفذ أو من الرئيس، فهو يعتبر أعلى سلطة سياسية وعسكرية. وأنا نقول لهم أن مهما همشت البيضاء إلا أن أبناء البيضاء لن يخضعوا لأي حكم ميليشي خارج إطار مؤسسات الدولة أيا كان لونه أو شكله أو رائحته. أكد هنا تأكيد النساء البيضاء وأطفال البيضاء يعيشون. نعم، دعنا نتحدث عن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء المحافظة، ولكن بعد هذا الفاصل. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى سيادة العميد. عميد حسين، يعني كنت قبل الفاصل تود أن تحدثنا عن الأوضاع التي يعيشها أبناء محافظة البيضاء، ولكن قبلها دعني أسألك أيضا، كيف يستطيع أبناء المقاومة الصمود خلال عامين دون أي دعم حقيقي يذكر؟ على ماذا تعتمد أو على ماذا تستند المقاومة في البيضاء؟ أختي آسيا، بالنسبة للقبائل البيضاء هي قبائل مسلحة، وهذا يعني رب ضارة نافعة. من كانوا يحكمون اليمن خلال الفترة أو الحقبة السابقة دفعوا ببعض الأسلحة للقبائل لكي تتقاتل وتتناحر فيما بينها، ولكن أتت الساعة التي ينقلب السحر على الساحر، وهذه الأسلحة البسيطة المتواضعة استطاعوا أبناء البيضاء وبدعم وجهود ذاتية من أبنائهم المقتربين بأن يوفروا أدنى مستوى للمقاومة ولو أنها شحيحة جدا. وأزيدك أيضا أن أبناء المقاومة يعتمدون على ما يغنمونه من الميليشيات الانقلابية أثناء اقتحامهم للمواقع التي يسيطرون عليها ويطهرونها، فتكون هناك غنائم من الذخائر ومن الأسلحة. وهناك دعم حصل في بداية المقاومة من أشخاص يعني بجهود ذاتية، ولكن من ناحية التحالف والشرعية لم تدعم البيضاء الدعم المطلوب ولم تسندها بألوية. مثل ما قلت لك أنه تم أمر من الأخ فخامة الرئيس عبد الرحمن منصور تشكيل 3 ألوية، لكن لم ترى النور، ولا ندري أين الخلل، أين يكون هذا الخلل، ولماذا البيضاء تعامل معاملة قاسية رغم أنها لا زالت ومنذ عامين تدافع بإمكانيات بسيطة ومتواضعة، ولا يوجد تكافؤ، وإنما تلجأ إلى حرب العصابات، حرب أضرب وأهرب والكر والفر والكمائن وما إلى ذلك. وقد كبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر كبيرة حتى أطلق على البيضاء الثقب الأسود لكثرة الخسائر. ونحن نتمنى من خلال شاشتكم أن يكون هناك اهتمام في البيضاء على أساس دعم المقاومة وضمها إلى القوات المسلحة واستكمال أو البدء، إذا كان لم يبدأوا بتشكيل الألوية التي أمر بها الرئيس، فأن يشكلوها وتتوجه لأداء واجبها، لأن القبائل البيضاء تقوم بواجب وتقوم بدور ليس دورها، هذا هو دور القوات المسلحة والأمن. دور واجبها ليس مسنودا للقبائل، القبائل دورها معروف دور مساند، لكن مع الأسف القبائل همشت. هناك قبيلة آل عمر دي ناعم وقبيلة آل حميقان وقبائل آل عزان، وأغلب قبائل البيضاء مقاومة لا توجد حاضر، كما يتفضل معالي الوزير المستشار الرئيس أن البيضاء غير حاضنة للميليشيات الإنقلابية إطلاقا، ولكن هم الشرقية ومتحالف كل ما تعنيه هذه الكلمة. نعم، إذا لو تحدثنا عن الوضع الإنساني هناك سيادة العميد، كيف يعيش أبناء محافظة البيضاء في ظل كل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها؟ والله أقل القول بأن البيضاء هي محافظة منكوبة. البيضاء تعيش تحت القصف وتعيش تحت الرعب وتعيش تحت إذلال الميليشيات، والبيضاء معروفة أن لا توجد فيها موارد ولا توجد فيها موانئ ولا يوجد فيها هناك أي ثروات، فثرواتها هي رجالها التي هي أصبحت مشردة في الشعاب وفي الجبال للمقاومة ضد الإنقلابين. لكن أنا أقول لك أختي أنه البيضاء من خلال تهميشها خلال 50 عام الماضية أغلب أبنائها هاجروا، منهم من هاجر إلى دول الخليج وعلى رأس المملكة العربية السعودية، ومنهم من هاجر إلى دول أوروبا وغيرها،
وهذه القارة التي ضرتهم لم يكونوا معتمدين في يوم من الأيام على مرتبات أو على دخل يأتيهم من الدولة، بل أن النظام الذي كان يحكم اليمن كان عبارة عن باهي يجيبوا البيضة أيضاً معتمدين على الاغتراب بنسبة ما يقارب 85% من أبناء البيضة، وهم الدعم الحقيقي لأهلهم ولأسرهم، وإلا كان الوضع يعني مأساوي، وهو كذلك يعني الإغاثات لم تصل البيضة إطلاقاً، وأن وصلت بعض الإغاثات نعم. ربما يطلعنا على الوضع أكثر هناك. سيادة العميد، سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرب الحميقاني الناشط السياسي من البيضاء. مساء الخير أستاذ عبد الرب. مساء النور، وأشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة، كما أشكرها على إثارة مثل هذه المواضيع الوطنية التي تهم المقاومة الشعبية. نعم، أهلا بك معنا أستاذ عبد الرب. بداية يعني نسمع بين فترة وأخرى عن تقدم للمقاومة في البيضاء، صد هجوم للحوثيين كما تأتي الأخبار هذه الأيام، ضعنا في الصورة لو سمحت. سيدتي، البيضاء كانت ولا زالت الثقب الأسود الذي يستهلك مجاميع الميليشيات الحوثية، وإذا عدنا إلى الوراء قليلا ندرك أنها كانت يعني الشرارة الأولى، يعني منها الشرارة الأولى التي انطلقت منها المقاومة الشعبية على مستوى اليمن، حيث أدرك عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين أهميتها، فقال أنا أشم قبل دخول صنعاء، قال أنا أشم رائحة مؤامرة من قبل أو من جهة البيضاء، فكان يدرك أهمية البيضاء وموقعها الاستراتيجي، وأن من استولى على البيضاء فقد استولى على اليمن، كونها تحد 4 محافظات شمالية و4 محافظات جنوبية، ولست مبالغا إذا قلت أنها قلب اليمن، وهي فعلا قلب اليمن، ومن استولى عليها فقد استولى على اليمن. لا شك أن المقاومة الشعبية حققت إنجازات عظيمة بفضل جهود ذاتية، أنا أقول جهود ذاتية لأبناء البيضاء، وصلت إلى أن النساء قمنا ببيع حليتهن وذهبهن حتى يقوم المقاومين بشراء الرصاص لمقاومة الميليشيات الحوثية. أتحدث عن هذا الوضع قبل عاصفة الحزم وقبل تدخل التحالف، يعني في الوقت الذي خضع الجميع في صنعاء ووقعوا على اتفاقية السلم والشراكة التي خصص عبد الملك الحوثي البند السابع أن البيضاء إرهابية، وضع الجميع عليها، كانت البيضاء تقاوم، وكان يدرك أنها هي التي ستقاوم، وفعلا في أطرف حد للبيضاء بدأت المقاومة حتى آخر حد للبيضاء، ولا زالت حتى الآن وبجهود ذاتية. يعني لا أنكر أن التحالف قام يعني ببعض الدعم والجيش الوطني، ولكن هذا الدعم يعني مقارنة بجبهات أخرى يعني لا يساوي شيء. نعم، ما هو المبرر أستاذ عبد الرب؟ يعني هل ما الذي تسمعونه من قبل قيادة الجيش في الحكومة أو من التحالف بشأن دعم المقاومة في البيضاء، خاصة أنه نحن نسمع عن وجود ألوية تم تدريبها لم يتم إرفاد المقاومة بها، وجود تشكيل يعني معسكرات أيضا كما تفضل العميد حسين العمري، ولكن لم يحدث شيء من كل هذه الاتفاقات أو الوعود؟ لا أدري أختي، ولكن شيطنة البيضاء التي أطلقها، يعني دعوة إلى شيطنة البيضاء التي أطلقها عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين بأنها إرهابية، يبدو أنها انطلت على بعض القيادات، ولا أدري يعني ما هو السبب. نحن جزء من اليمن ونحن نعاني أكثر من 2.5 سنين، والبيضاء يعني أبنائها مشردين، أبنائها يعانوا، أبنائها في فقر مدقع، ولم تلتفت القيادة السياسية، كما أن الجيش الوطني كان بإمكان يعني قام بفتح جبهات في أماكن، أقول لي يعني على سبيل المثال في جبهة بيحان فيها 4 ألوية، هذه 4 ألوية إذا دخلت يعني إلى البيضاء كان يستغنى عن بيحان، لأن الطريق الإمداد الوحيد إلى بيحان للميليشيات الحوثية من البيضاء، يعني في منطقة السوادي، أو يدخلوا من منطقة آل حميقان، جبهة آل حميقان التي 85% منها محرر، وجبهة ذي ناعم، ويقوموا
بقطع الطريق وبتر المتمردين في المناطق في مكيراس وفي بيحان وفي تلك الجهات. لا ندري لماذا تأخر تدخل الجيش الوطني وهي يعني مناسبة واستنجاد يعني نطلقه لقيادة التحالف والحكومة الشرعية. نعم، ونحن بدورنا أستاذ عبد الرب يعني نود إيصال رسالتكم. البيضاء من براثن الميليشيات، البيضاء تعاني أختي أنا هنا في البيضاء. نعم. في المناطق المحررة. نعم أيوة، لأنك في البيضاء أستاذ عبد الرب أود أن تحدثني عن الوضع الإنساني هناك، ماذا عن جهود الإغاثة، كيف يعيش الناس؟ نعم. الوضع كارثي يا سيدتي. أبناء البيضاء عزيزي النفوس، يعني أبناء البيضاء لا يمدوا أنفسهم ولا يتسولوا. بالأمس سمعنا عن أرملة تقوم بقتل أبنائها يعني وقتل نفسها، يعني حتى لأنها لم تحصل يعني حق الإيجار أو الغذاء التي تقتات منه، يعني ومآسي لا أحد يتطرق إليها، لم نحظى بأي دعم يعني للمواطنين أو للجبهات أو سواء عسكريا أو غذائيا أو لا ندري أين يذهب هذا الدعم. يعني لا. أبناء البيضاء يعانوا في فقر مدقع، والأسر مشردة ومهجرة ولا تحصل على شيء من الغذاء ولا سكن ولا مآوي ولا شيء. نعم، إذا يعني هل هناك قصف للتحالف على مواقع الانقلابين في البيضاء؟ يعني على الأقل يتم تصفيتهم عبر القصف، كيف يعني تحدثني عن هذه النقطة؟ عيدي السؤال سيدتي. هل يوجد قصف للتحالف على مواقع الانقلابين في البيضاء أم أيضا يعني أن عاصفة الحزم لم تصلكم؟ لا أدري، حتى التحالف يعني لا شك أنه قام بقصف بعض المواقع، ولكنه لا يساوي شيئا أمام مثلا جبهة نام أو مناطق في الحديدة أو في تعز. يعني الآن مثلا جبهة آل حميقان، آخر قصف للتحالف قبل أكثر من شهرين أو 3 شهور يعني للمواقع الحوثيين، بينما هي جبهة مؤسسة وجبهة مواجهة مفتوحة، يعني مش حرب عصابات، يعني جبهة كجبهات الجيش وأشد. نعم. وفيها يستنزف الحوثيين بشكل متواصل. صحيح. وأصبحت 85% من مديرية آل حميقان محررة، ولا وبجهود يعني تعتبر ما الذي توجهه؟ نعم أستاذ عبد الرب، ما الذي توجهه للحكومة وللتحالف من خلال قناة بلقيس عبر المساء اليمني؟ أرجوكم أنقذوا البيضاء، البيضاء تعاني، البيضاء يكفي سنتين ونصف يعني من استنزاف الميليشيات الحوثية، هم يتركوها منطقة استنزاف، يعني الآن وصلوا إلى مرحلة اللا عودة، استهلكوا كل شيء، باعوا يعني ممتلكاتهم، حلي نسائهم، كل شيء، يعني أصبحنا لا نجد شيئا، مشردين مهجرين. نعم. يعني البيضاء بحاجة إلى لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والتحالف بشكل عام، وفخامة الأخ الرئيس عبد الرباه منصور ونائب الرئيس حفظه الله، يعني التفتوا إلى البيضاء، البيضاء جزء من اليمن، يعني حرام إلى هذا الوقت ولم تلتفتوا إلى هذه المحافظة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرب الحميقاني الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من البيضاء. عودة إليك سيادة العميد، استمعت لحديث الأستاذ عبد الرب يعني يتحدث بوجع عن ما تعانيه البيضاء وعن عدم إمدادها بالمساعدات الإنسانية حتى ولا بدعم المقاومة. لو تحدثنا عن الجانب الإنساني أستاذ حسين، يعني لم يتم دعم المقاومة لا بالسلاح ولا بالمال ولا بالتدريب، لما لا يلتفت للبيضاء إنسانيا؟ أين دور الإغاثة بالنسبة للبيضاء؟ كما تحدث الأستاذ عبد الرب هناك قصص مؤلمة تحدث في البيضاء لا أحد يعلم عنها شيئا. عزيزتي، مثل ما تكرم الأخ عبد الرب الحميقاني، وعلى فكرة الأخ عبد الرب الحميقاني هو كان أسير لدى الحوثيين لفترة، فهو يعتبر الضابط الأسير من أبناء البيضاء الذي عانى من التعذيب وما يعانيه الكثيرين في سجون الحوثي. نعم. وكتب الله عليه السلامة وخرج. لكن ما أريد أن أقول يا أختي أن البيضاء أكثر من ما قاله الأخ عبد الرب وأكثر من ما سأقوله أنا، البيضاء تعاني من الناحية الإنسانية إلى درجة أنني أصنفها محافظة منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة، فلا توجد هناك أي إغاثة، لأن مخارج ومداخل البيضاء يتحكم فيها الميليشيات الإنقلابية لن تصلهم إطلاقا،
ولا حبة رز. وإذا كان هناك توجه من قبل التحالف ومن قبل الشرعية فكان بإمكانهم أن يوصلوا بطريقة أو بأخرى إغاثات إلى البيضاء. لكن نحن نقول بأن البيضاء تعاني وتعاني، ويجب أن لا تهمل أكثر من هذا. نعم، برأيك يعني بخصوص المحافظ والسلطة المحلية، لما لا يتواجدون في المحافظة ويدعمون أبنائها يعني على الأقل بوجودهم وبتلمس معاناة المواطنين؟ أختي العزيزة، بالنسبة للأخ المحافظ هو يبذل أيضا قصارى جهده، ولكن الجهد الشخصي لا يكفي. نعم. إذا لم يكن هناك توجه من قبل الشرعية فالأخ المحافظ نفسه يعاني. أنا في خلال محادثتي في فترة من الفترات قال لي يا أخي حسين، هل تعرف أنني محافظ بدون مرتب؟ حتى مرتبي لا أستلمه، فما بالك بمحافظ لا يستلم مرتب؟ كيف يستطيع أن يدعم جبهة؟ والجبهة تحتاج الشيء الكثير، وأبناء يعني جبهة ذي نعم آل عمر يكلموني أنه الأخ المحافظ بعد معاناة وبعد ملاحقة استطاع أن يدعمهم بشنطة واحدة شيكي، شنطة واحدة وأربع شنط يعني كلاشنكوف، واستطاعوا بهذه الذخيرة البسيطة أن يطهروا موقع من الميليشيات، ووجدوا غنائم أكثر من الدعم الذي أوصلها لهم الأخ المحافظ. فكانوا الحوثيين أرحم بنا من الشرعية. نعم، إذا أستاذ سيادة العميد يعني نود أن يعني توجه رسالتك للمعنيين بخصوص البيضاء، للحكومة، للتحالف، لكل من يعني أمر البيضاء، المنظمات أيضا الإغاثية التي لم تلتفت للبيضاء ومعاناتها. أولا أنا أريد أقول لهم أن الإشاعة والدعاية التي بثها الحوثيين والعفاشيون حول البيضاء أنها ليست صحيحة، فنحن أبناء البيضاء كنا أيام الإمامين الماضي كفار، كنا في نظر الأئمة السابق يوم في نظر الأئمة أو الإماميين الجدد دواعش، وهذه التهمة منفية نفيا قاطعا. ونحن نقولهم أن أبناء البيضاء على استعداد أن ينضموا إلى القوات المسلحة، وكما هو معروف أن الدواعش وتنظيم القاعدة لا يتجندون ولا ينضمون إلى المعسكرات النظامية ولا يعترفون بالجيوش النظامية في أي دولة. وهذا هو أكبر دليل على أن البيضاء أبنائها وهم من الشرعية. وأنا أدعو فخامة الأخ الرئيس أن يحث السلطات المختصة في سرعة تنفيذ أوامره التي سبق أن أمر بها قبل ما يقارب السنة، وهو سرعة تشكيل 3 ألوية من أبناء البيضاء للتوجه لاستعادة البيضاء إلى أحضان الشرعية وتأمينها من أي خطر كان من أي ميليشيات كانت. ونحن نقول لهم الدعايات التي ينشرها الحوثيين أو العفاشيين فأننا على الدوام، نحن أبناء البيضاء أيام الأئمة السابق من كانوا يدعوا أن البيضاء كفار، وأئمة الحاء اليوم يقولون عنا دواعش. هذه تهم باطلة، وإن شاء الله تعالى أنه يسمعوا لندائي، ونرى قريبا جيش نظامي تابع للشرعية وتحت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لاستعادة البيضاء إلى أحضان الشرعية. فالبيضاء هي مفتاح النصر، هي مفتاح صنعاء، من أراد صنعاء فعليها أن يذهب من البيضاء. نعم. البيضاء هي صمام الأمان وهي مفتاح النصر إن شاء الله. نعم، إذا شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسين العمري رئيس مجلس البيضاء الإعلامي. اسمحي أتمنى على قناة بلقيس أن لا تكون هذه هي اللفتة لا على العكس، يعني نحن نتابع البيضاء، هذه ليست أول حلقة، بالتأكيد هذه ليست أول حلقة عن البيضاء، وضعنا أكثر من حلقة عنها وسنتابعها بإذن الله، ولن تكون الأخيرة، ونأمل أن تكون الحلقة القادمة ونحن نتحدث عن تطهير البيضاء بالكامل وعودة الشرعية إليها. شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسين العمري رئيس مجلس البيضاء الإعلامي، كنت معنا عبر سكايب من ألمانيا. شكرا أيضا للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، ولكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.